حول الموضوع انضمنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. أنتقل إذن للحديث عن نقاط مؤتمر إذن إعادة إعمار العراق. إذن دكتور إحسان، إجمالي إسهامة الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار، كيف برأيك يجب استثمارها؟ أي من القطاعات أولى بالبدء به؟ أو مليار، 30 مليار دولار. نعم. شكرا على الاستضافة. يعني الحكومة العراقية وضعت في حساباتها أن هناك أولويات، يعني منها ما يرتبط بالمناطق المحررة التي هي الآن بحاجة إلى إعادة سريعة للخدمات والبنى التحتية من أجل عودة النازحين إليها، ومن ثم المضي بالمرحلة المتوسطة وهي التي تتمثل بإعادة إعمار يعني كافة المحافظات العراقية، لاعتبار أن بعض المحافظات تضررت نتيجة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي بشكل غير مباشر، والمدى البعيد الاستراتيجي هو مرتبط ببعض المشاريع الاستراتيجية منها ما يرتبط بالنقل والطاقة. يعني من وجهة نظري أن بغض النظر ما بين المبالغ المقدمة كمنح وتسهيلات بنكية أو حتى استثمارية وما بين حاجة العراق، لكن أتصور بأن هذا المؤتمر بين بما لا يقبل الشك يعني مدى الدعم الكبير الذي يقدمه أولا الأشقاء العرب وثانيا المجتمع الدولي بالتحديد نحو العراق، هو تجديد ثقة بالعراق. العراق الآن يحتفى به كمنتصر، وأيضا المجتمع الدولي يرسل رسالة على أنه الآن يقف مع العراق من أجل تدعيم الاستقرار. الاستقرار في العراق بكل الأحوال سينعكس إيجابا على المنطقة بشكل كامل سيدتي. طيب إذا ما يعني رجعنا بالقطاعات التي تضررت جراء داعش، نعلم بأنه كانت هناك حرب مدمرة ضد داعش، دمرت البنى التحتية، دمرت قطاعات مختلفة، حتى ربما الأشخاص الذين عاشوا في فترة احتلال داعش يجب الاستثمار في محاولة دمجهم من جديد في المجتمع. من خلال القطاعات، من خلال متابعاتكم، القطاع الذي يجب التركيز عليه بالمرتبة الأولى واستنادا إلى ماذا؟ يعني من وجهة نظري هي البنى التحتية. حينما نتحدث عن الأضرار سيما وأن تنظيم داعش يعني استهدف الحياة سواء على مستوى المحافظات أنبار، صلاح الدين ونينوى وحتى بقية المدن يعني في بعض المحافظات، لكن مقابل ذلك أنا أعتقد أن قطاع الصحة والتعليم قد يكون هو من القطاعات الأهم، يعني على مستوى يعني يتوافق مع ما طرحه رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المتمثل بمشروع المصالحة المجتمعية. إذا هناك عودة للحياة، والدكتور حيدر العبادي كرئيس وزراء ينظر بأن الاستقرار في هذه المحافظات بكل الأحوال سينعكس إيجابا. يعني بتصوري أن كل القطاعات في الحياة العراقية هي تأخرت أو تعطلت نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش، وبالتالي لها ذات الأولوية. ومن ثم طرح قضية الاستثمارات هي في كافة القطاعات تبين بأنه لا توجد يعني تلك الفوارق أو التباين الكبير، لكن بكل الأحوال كل القطاعات هي أولوية خصوصا في ظل التحدي الاقتصادي الذي واجهه العراق. طيب عندما نتحدث عن مبلغ يعادل 30 مليار دولار، مبلغ كبير، هل يمكن كيف يمكن أن نشهد هذه الاستثمارات؟ هل يمكن أن نشهدها قريبا؟ يعني هذه الاستثمارات التي تم الوعود أو قطعت الوعود بتطبيقها بهذا المبلغ الذي تم تخصيصه من مؤتمر إعادة الإعمار العراق، لأنه في بعض ربما المؤتمرات التي سمعناها مؤتمرات مانحين لتقديم مساعدات وما إلى ذلك، لكن ربما لا تصل بالشكل المطلوب إلى المناطق التي تحتاج فعلا إلى هذا الدعم. الآن هذا المؤتمر يعني قدم قروض ومبالغ كبيرة جدا، يعني الضمانات لكي فعلا يتم استثمارها بالشكل الجيد. الضمانات يعني وضعتها الحكومة يعني على مستوى المبالغ التي خصصت أو حتى التي يمكن أن تتأتى يعني على مستوى الأشهر حتى السنوات القادمة، وهي إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والإعمار، وهذا يعمل على خلق بيئة مناسبة وآمنة بالنسبة للاستثمار، وأيضا فيما يرتبط بالتحدي الفساد أسس
الدكتور حيدر العبادي، المجلس الأعلى أيضا لمكافحة الفساد، هذه ضمانات يعني على مستوى الاستثمار. أنا أعتقد أن يعني قضية المنح التي تقدم، يعني أيضا هناك دول يعني أعطت ضمانات يعني مقابل الشركات الاستثمارية، وهذا ما دفع يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كندا إلى تقديم منح أو حتى ائتمانات بنكية بالتحديد لهذه الشركات الاستثمارية. إذن هناك ثقة، الأهم هناك ثقة ب يعني موقف العراق اقتصاديا وأمنيا وحتى إداريا في طبيعة التعاطي مع هذه الاستثمارات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا دكتور إحسان الشمري رئيس مركز تفكير السياسي العراقي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.